قال مراسل الجزيرة إن عشرات سقطوا قتلى وجرحى جراء قصف طائرات النظام السوري مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، ومن جانب آخر قتل شخصان على الأقل وجرح عشرات إثر عدة غارات جوية من طائرات النظام السوري ببراميل متفجرة وصواريخ على قرى الرامي وبليون وكورين وكفر عويد وعين لاروز في جبل الزاوية بريف إدلب. وقالت مصادر إن منازل تهدمت فوق ساكنيها نتيجة القصف، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.